السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. جولة في سوق الخميس النهاردة، تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم بيت العيلة الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله. وقبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى هوريكم فرشة بصراحة من الفروشات اللي عجبتني جدا في سوق الخميس. الفرشة دي بقى تعالوا بقى نشوف اللي موجود، حاجات اللي موجود عندها بجد حاجات تحف وكلها حاجات جديدة بالعلب. بصوا يا جماعة، كل الصنادل او الجزم اللي موجودة هنا عندي فرشة، اسمه فرشة ابو توتة، موجود قدام مضيفة العمدة بالظبط في سوق الخميس اللي هي ورا، هوصف لكم مكانها، ورا عيادات، ورا العيادات، باب العيادات الخارجية لمستشفى المطري. عندهم بقى الحاجات دي، هم دايما موجودين بس بيبقوا فرشين يوم الخميس بس. الحاجات اللي موجودة دي بقى كل حاجة موجودة بعلبتها وجديدة وما فيهاش غلطة، وبعشرة جنيه بس، بعشرة جنيه والله العظيم يا جماعة. انا هخليكم دلوقتي تسمعوه برضو عشان تعرفوا وتتأكدوا ان هي فعلا اي جزمة من الجزم اللي موجودة، سواء بقى اللي بيحب الفلات، اللي بيحب الكعب، موجودة عنده اي جزمة بعشرة جنيه. الصندل القمر ده لو انت هتجيبيه من المحل شوفي بقى هتجيبيه على كام. الجلد بتاعه جلد طبيعي وجلد تحفة، بس هما ليه بقى بيبيعوه بالسعر ده؟ هي بتبقى بواقي او تصفيات محلات، فبيجيبوها هما بقى اللي هي فرشة ابو توتة دي وبيبيعوا اي قطعة بعشرة جنيه. وكمان ايه يعني، هو دلوقتي لما اتكلم معاه اقول له انت بتقول بجد بعشرة؟ قال له والناس كمان مش عاجبها بعشرة جنيه. يعني اصلا سوق الخميس معروف ان معظم الحاجات اللي موجودة فيه بتبقى حاجات رخيصة، وفعلا الحاجات تحفة، وديت اكيد اللي يعرفها بقى يعرف قيمتها. بصوا يا جماعة، انا وقفت عنده كتير لاني انا فعلا اتفاجئت من السعر، يعني بجد حاجات حلوة، وبالأفلات وبالكعب وكل حاجة بالكرتونة. انا ليه ماسكة الحاجة كده بقلبها لكم عشان خاطر تبصوا معايا وتشوفوا شكل الحاجة، فعلا تحفة. يعني هي لو في مناسبة بقى عايزة بتدوري على حاجة بكعب عالي وفستان مثلا، ده بينفع طبعا في المناسبات، بيبقى تحفة جدا، حلو قوي اللي هو اللون اللي هناك ده. شايفين شكل الجزم؟ في حاجات بتبقى ممكن القشرة بتاعت الجلدة مقطوعة شوية، الفيونكة دي يعني الصندل ده، الفيونكة اللي هي من فوق واعة بس هي في الكرتونة، يعني شوية امير كده هتبقى تتلزق وتبقى زي الفل ما فيهاش اي غلطة. بس الجزم كلها بجد تحفة. انا كنت واقفة وفي ناس كانت بتقول ان الحاجات دي دايما موجودة عندهم يوم الخميس، يعني هم كل يوم خميس بيجيبوا تشكيلة جديدة، يعني في كل مرة عندهم تشكيلات غير كل خميس. والمكان بتاعتهم والفرشة بتاعتهم مكانها سهل جدا، يعني اللي عايز يوصل لهم حاجتهم بجد تحفة. بس ايه يعني، القطعة قطعة واحدة، مفيش منها بقى مقاسات والكلام ده. شايفين الصندل القمر ده بجد تحفة، اللي هو بكعب وحلو جدا. الجزمة دي برضو شكلها جميل جدا، اللي هم بقى بيحبوا الحاجات اللي هي بكعب. شايفين شكلها في قمة الشياكة بصراحة. اي واحدة يا جماعة، اي حاجة موجودة عندهم بعشرة جنيه بس، بعشرة جنيه. واحدة كانت من الناس اللي كانت واقفة كانت بتقول انا خدت من عندكم كذا كذا مرة، يعني بتاخد كمان بتودي كمناسبات بقى وهدايا، فبتبقى اشكالهم حلوة جدا. انا طبعا هنا وقفت كتير عشان اوريكم كل قطعة شكلها عامل ازاي بجد، يعني انا مش مصدقة ان دي بعشرة جنيه والله العظيم. يعني شايفين شكلها فعلا تحفة وبعشرة جنيه بس. يعني الصندل ده حلو جدا للي بيحب بقى الحاجات الفلات والجلد طبيعي، وبرده الجزمة دي قمر بجد شكلها تحفة. بصوا احنا
فالمكان بتاعهم بص انا بشاور لكم هنا قدام مضيافه العمده، اللي عايز يوصل برضو في قدامهم مكان بيبيعوا فيه لبس حلو جدا جديد وب 10 جنيه ب 20 جنيه والمكان كله كده ملغم. كان اسمها فرشه ابو توتة بقى عنده، انا بصراحه عجبني الاسم ده. ب 10 جنيه؟ ب 10؟ بص دي عامله ازاي يعني؟ وحي انا شايفه ما فيهاش حاجه ما شاء الله عليكم، يعني ما فيهاش اي غلطه. بصوا ب 10 جنيه يا جماعه. بس كمان مش عاجبها ال 10 جنيه. طب معلش بكام؟ يعني دي ب 10 جنيه؟ اي حاجه موجوده ب 10؟ شايفين؟ طب والله العظيم تحفه. الحاجه بالعلبه بتاعتها يعني، بصوا العلبه جوه العلبه اهي. طب دي اهي بصوا دي ب 10 ب 10 شايفين؟ والله العظيم تحفه. سيب بقى فرشة ابو توتة وندخل عند ندخل عند مكان تاني بيبيع جواكت. كان في حد من حبايبي بيسالوني على مكان لبيع الجواكت اللي هي الجينز. الستاند ده بقى كان مليان جواكت حلوه جدا، كان في ب 130 وفي ب 150 جنيه، بس الجواكت بجد تحفه قمر بجد حلوه قوي، وكلها اللي هو الصغير يعني ايه القصير ب 130، الطويل ب 150 جنيه، بس بجد شكلهم حلو جدا وتحفه. كان في منهم الجواكت بقى الجينز اللي هي الغامق اللون بتاعها الغامق، وفي منها كان ابيض يعني، وفي اسود، وفي الجينز اللي هو الازرق او الزهري، لا الازرق، في الوان كتير. في بقى الستاند التاني جوه بقى المكان ده مليان لبس كتير قوي. المكان اللي احنا فيه ده حلو قوي. بصوا المكان اللي انا فيه دوت او اللي فيه المكان بتاع الستاندات اللبس دي في الشارع اللي بندخل عنده بعد المسجد الميدان على طول، بندخل على احنا داخلين طبعا على اليمين، المكان ده على الشمال على طول. ست بقى بتبيع هي واولادها بقى، كان يعني كان في ناس كتير واقفين معاها برضو بيبيعوا يعني، واقفين على الاستندات. الاستند التاني ده بقى دي الحاجات دي اللي جايه بديت كانت ب 130 جنيه. كان في بقى موديلات كتير يعني اشكال بقى كتير جدا، ممكن معظمه كده كان في اللي هو الكاروهات وفي اشكال تانية، وكان في ب 100 برضو بس اللي هو الساده. البلوزات دي او ممكن نسميه الشميز بكام بقى؟ اي واحد ب 100 طبعا. الالوان دي اللي هي كانت موضه بقى وكلها كده ب 100 جنيه طبعا. هم دلوقتي دي تصفيات كلها يعني، كل الحاجات دي بيطلعوها عندهم خلاص، دي تصفيات بيبداوا بقى يجيبوا كل الحاجات اللي هيجيبوها بعد كده اللي هي اللبس الشتوي، لان دي خلاص كده تصفيات بيعتبر بينزلوا كمان في سعرها. على فكره انا شفت ناس كمان بتفاصل في السعر يعني. في بقى الالوان اللي هي الزهري، في تيشرتات، في كل حاجه يعني. بصوا عندهم كفه كل حاجه، حتى المحل من جوه لما جيت دخلته بس من جوه زحمة جدا، زحمة قوي. اللي بيحب بقى التيشيرتات ولبسها دي كلها كانت تيشيرتات طويلة، في بقى منها الألوان كلها، الكمام بتاعتها كانت واسعة والتيشيرت نفسه واسع. وطبعا في مقاسات يعني، الحلو كمان اللي عجبني ان عندهم مقاسات كتير يعني، الموديل ممكن تلاقي منه كذا مقاس. كل الحاجات دي ب 100 جنيه. ده كده من جوه المحل بقى. البلوزات القمر دي الاورنج بقى والزهري والبينك والالوان دي برضو كان سعرها 150 و 130 جنيه. هنا بقى الاستندات على بعضها، بصوا كل البلوزات دي على بعض كده يعني، استندات فوق وتحت، وكان في طبعا كميات كتير جدا، والناس واقفه هنا من بتختار حاجات حلوة. طبعا في الأخضر، في الزهري، في الأورنج، في الأصفر، كان في ألوان كتير. بس بصراحة البلوزة دي حلوة يعني، شكلها وخامتها بجد تحفة جدا. الجنب ده بقى كانت منه الحاجات ب 120 جنيه و 130 جنيه كمان، ألوان بقى كتير وكلها بينادوا بيقولوا تصفيات وبيوصفوا. شايفين شكلها؟ دي بقى زي درسات كده واسعة. نبدأ ندخل عند اللي بيدور بقى وعايز يشوف أقمشة ملايات.
تابعوا بقى لاني هوريكم مكان جديد. المكان ده انا اول مرة صور عنده، وهو في سوق الخميس. بيبقوا شغالين بقى كل يوم، عندهم صفحة برضو على التليجرام وعندهم خدمات توصيل. هوريكم المكان دوت ونعرفكم كمان كل الحاجات اللي موجودة عنده. شايفين امترة او متر القماش بتاع الملايات؟ اللي عجبني ان كل الموديلات وكل الالوان، سواء بقى اطفالي سواء ملايات كبيره، موجوده باشكال كتير. يعني حلو جدا الاشكال اللي موجوده عنده. لو محتاره وعايزه تدوري على احلى قماش، بجد انا عجبتني كميه القماشات اللي عنده واشكالها كتير جدا. كان في كمان الكوفرتيات، كمان كان في اسعارها حلوه جدا. الكوفرتيات دي نوع بقى اللي هو ب 80 جنيه الغالي، بس كان في بقى حاجات تانية ب 30 جنيه، يعني زي القماش بتاع الملايات. كمان قماشه الملايات ممكن تاخدي للسرير الاطفال 7 متر، بيديكي مخدتين وخدديتين صغيرين، وبيديكي الملايتين كمان. حوالي بالظبط بيبقى 7 متر بالنسبه لقماشه الملايات الاطفال. بصراحه الشكل ده تحفه بجد، حلو قوي. عارفين ده بالنسبه للاطفال جميل، بيبقى حابين قوي الحاجات اللي بتبقى مرسومه عليها حاجات اطفال، العاب اطفال. بس ده بالنسبه للاولادي، في حاجات بقى بنوتاتي، فساتين وورود بقى، والحاجات اللي البنات بتحبها، يعني عندهم كل حاجه. هندخل دلوقتي ونتابع كل حاجه ونسمع بودنا بقى كل حاجه موجوده عنده، عنوانه ومكانه كمان والصفحه بتاعته اللي موجوده، هيقول لنا كل التفاصيل. ازيك يا مطوع، عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ قول لنا كده، ايه الملايات واسعارها والقماشه عامله ايه النهارده؟ والله اول بالنسبه لاسعار الملايات العمريه النهارده، المشجر ب 45 والساده ب 40. ده العمريه؟ ده العمريه اللي هي جوه في المحلات. ماشي ماشي. بالنسبه للسيريدي ب 30، والمصريه الساده ب 27، في نوع العياش ب 30. العياش ب 30؟ 30 اه. تمام. البركان المتر بتاعه عامل 35 جنيه. البركان ب 35، ممكن نشوف التشكيله بتاعته كلها اهي. تمام، ورينا بقى الحاجات دي كده على الطبيعه، نشوف كل حاجه. العرض بتاعه كل ده اسمه ايه؟ ده البركان الاسباني. ده كل ده البركان الاسباني؟ كل ده. تمام. ده 35. ده ب 35 جنيه. ده البركال الاسباني يا جماعه ب 35 جنيه، برضو اللي انت ماسكه ده بركال؟ اه 35. ده كله البركال الاسباني على 35 جنيه. طبعا عنده تشكيله جامده يعني، بصوا. في عندنا شحن لو حد عايز يشحن. وكمان في الشحن هناخد برضو رقم التليفون من مطاوع عشان نعرف ارقامهم، وطبعا بتقول في شحن. العناوين بتاعتنا اه برضو. قول لنا برضو العناوين مبدئيا كده. يوم الاربعاء بنفتح المحل المطريه. يوم الاربعاء محل المطريه. محل المطريه، اربعاء وخميس محل المطريه. تمام. بالنسبه لعنوان المطريه يا جماعه مش هيطول، عند مستشفى المطريه خلف سجل المطريه، شارع مول العمده. خلف سجل المطريه، شارع مول العمده. ده بتبقوا كل يوم اربعاء وخميس. الاربعاء والخميس. من الساعه كام؟ من يوم الاربعاء الساعه 10 لحد الخميس بعد العصر. من يوم الاربعاء لحد الخميس يا جماعه الموجود هنا في سوق المطريه. بالنسبه يوم الثلاث بيبقى في فيصل كفر هرمز. في فيصل، في سوق الثلاث، في فيصل كفر هرمز. يوم الاحد في شبرا الخيمه عند الشارع الخمسين. تمام. دي العناوين بتاعتنا. قول لنا ارقام التليفون كده. 011 20 75 75 6861 6861. برضو نبص كده على ده كده، احنا عرفنا ده ان البركال صح، وكل الالوان والقماشه اهي موجوده قدامنا. ده كله يا جماعه البركال. انت قلت لي البركال ده على كام؟ ده البركال يا جماعه كله على 35 جنيه، بس دي خامتها تقيله. بصوا القماش كله تحفه. بصوا ده كله، ده كل ده البركال، الوانه طبعا كتيره زي ما انتم شايفين اهي، كل الالوان اللي انتم شايفينها فوق اهي. كل ده بركال. ده ال 3 دي على كام؟ ال 3 دي ده 30 جنيه. وال 3 دي ده يا جماعه على 30 جنيه. بصوا دي الحاجات بقى، طبعا عنده الوان كتيره اهي. الساده ده على كام؟ السادة على 27 جنيه. بصوا السادة ده على 27 جنيه. اسمه العمرية؟ تمام. كل ده السادة ب 27. ندخل بقى نشوف حاجات تانية.
ده اللي هو بكام ده؟ ده 3 دي، دي كله ب 30 جنيه. كل ده 3 دي. ندخل برضو نشوف العمرية. تعال وروني كده. فين العمرية؟ دي العمرية كلها اللي انت بتقولها. ماشي، على كام ده؟ ده العمرية عامل 45. العمرية يا جماعة على 45 جنيه. والسادة على كام؟ ب 40. السادة على 40 جنيه. والعمرية المنرقش دوت على 45 جنيه. بصوت بس خاماتهم حلوه طبعا، معروفه يعني العمريه كلها معروفه. دي ماتشنجات وتركيبات جنب بعض. اسمها ايه؟ تركيبات، يعني مثلا ده مع ده، مع ده، ده مع ده، ده مع ده، ده الفاتح والدال، طب ده مع ده برضو تبع العمريه. ده كل العمريه تركيبات. بصوا دي يا جماعه اللي هي التركيبات، يعني ده مع ده، بصراحه تحفه، تركيبتهم حلوه جدا، على برضو على 45 جنيه. شايفين القميصة شكلها؟ بصوا ده برضو الابيض ده لونه تحفه، بصراحه العمليه حاجتها حلوه قوي. برضو دي تركيبات اهي، اللونين جنب بعض، وممكن ده برضو اهو، بصراحه تحفه الحاجات دي، هتعمل ماتشنج حلو قوي. ده ايه ده؟ عمليه برضو. بصوا العمليه برضو ده، وشكله معروفه وحلو. كل ده العمليه على 45 جنيه. شايفين؟ بصوا قماشتها معروفة يعني حلوة جدا. بصوا ده برضو كل ده عمرية. ماشي، متشكرين يا مطاوع، شكرا، متشكرين، سلام عليكم. خلصنا عند مطاوع وشفنا الملايات كلها، وكمان ده كله 3 دي اللي انا ممكن ما كنتش وريته لكم، بس قلت ارجع كده والقي لكم نظره عليه كده عشان نشوف الاشكال اللي موجوده. طبعا في حاجات حلوه جدا واشكال كتير، بجد عنده حاجات تحفه. 37 بس حلو. ده حلو. يا ممكن جديد على كله في سكوز على 37، بس قماشتهم حلو. ده ايه ده؟ خامته ايه؟ اسمه ايه؟ ده سوفت. بكام ده؟ زيه 37 برضه، بس حلو قوي. بس ده على 7، كله ده الالوان بتاعته دي حلوة قوي. السوم دي ب 37، بس حلوة قوي. بس ده في سكوز برضو. هو ده عنده مجموعة كتيرة من الأقمشة الفسكوز بقى، للي بيدور وبيحب الأقمشة الفسكوز. طبعا بتنفع جدا لجلاليب البيتي وكل حاجة بقى، عنده تشكيلة جامدة. نيجي بقى عند معرض أو محل أو أتيليه الفساتين السواريه بقى، وفساتين الخطوبة بقى والزفاف والبدل وفساتين الأطفال. عندها التشكيله بصراحه حلوه جدا. في اللي هو ده الستاند ده كان ب 100، وفي الستاند الثاني ب 75 جنيه بس، ب 75. يعني كل الفساتين اللي هي على الجنب الثاني ده، او الستاند اللي هو هوريكم بقى المجموعه الفساتين الموجوده عندها، ب 100 جنيه يا جماعه اي فستان، والستاند اللي جنبه اي فستان ب 75 جنيه. وعندها شويه بدل بجد تحفه، بدل ما تيجي تشتري بقى البدله اهي، شايفين البدل تحفه بجد، تحف قمر قمر قمر. اي بدله ب 120 جنيه، وكمان الفساتين اللي هي الزفاف حلوه قوي، ما فيهاش ولا غلطه ولا ديفو ولا اي حاجه، بس هي ايه ب 500 جنيه، ب 500 جنيه الفساتين دي. عندها بقى تشكيله فساتين حلوه برضو، في بقى اللي هي فساتين زفاف كان جوه بقى هوريها لكم، عاملة 150 جنيه. يعني أنا بعد ما خلصت وكنت بقول لكم دي ب 500، والبدلة شايفين البدل قمر بجد، شوية بدل تجنن، تحفة جدا البدل بقى تجنن. أنا برضو قلت لازم أوريكم شكل البدل، بجد شكلها تحفة، جديدة جدا، الحاجات بقى اللي طالعة شيك وحلوة، وب 120 جنيه. اهو جبنا للعريس كمان البدله اهي، موجوده ب 120 جنيه. والله العظيم يا جماعه بدل تحفه تجنن، والبدله تحفه وجميله وب 120 جنيه بس. شايفين شكلها؟
يعني ال 120 دي يا جماعه لو انت هتدخل الاتيليه مثلا عشان تاجرها، طبعا مفيش ايجار بدله ب 120 جنيه، بيبقى اغلى من كده بكتير. انما انت هتشتري البدله هتنفعك بعد كده في اي مناسبات في اي حاجات، المهم ان انت بتشتريها كامله ب 120 جنيه بس. والله حلوه جدا يعني البدل بجد شكلها حلو. كل دي كل الاستاند ده كانت مجموعه بدل بقى تشكيله، يعني هتلاقي مقاسك وهتلاقي البدله اللي انت عايزها واي موديل واي شكل هتلاقي. بصوا اصلا الحاجات دي كلها جديده، بصوا التيكت موجود فيها، بس هي فعلا الست دي انا هقول لكم دلوقتي عنوانها ومكانها كله بس بعد ما نتفرج على الحاجات اللي موجوده عندها. بجد دايما بلاقيها مميزه غير اي حد. طبعا ده طبيعي ان الحاجه اول ما بمسكها لازم بلاقيها اتزحلقت كده من على الشماعه. شايفينها طبعا عشان لونها اسود مش باين التصوير فيها قوي، يعني بصوا هي سودة جدا. طبعا شايفين التيكت اصلا وشكل البدلة فعلا قيمة قيمة يا جماعة، ب 120 جنيه البدلة. البدلة ب 120 جنيه ده والله العظيم يا بلاش. شايفين مكتوب عليها كم؟ عليها 550 جنيه، بس هي اكيد لو هتجيبيها او هتجيبها من اتيليه او معرض بدل بتعدي كده بكتير، يعني زي ما انتم شايفين تشكيلتها كتيره. طبعا تصويرها بالنسبه ان هي بدل سمراء مش باينه، او شايفين الخط اللي هو اللي بيلمع ده، طبعا بيبقى مناسب جدا. البدل بتاعه العرسان بتبقى حلوه قوي لان هي بتبقى مناسبه مع مناسبه الزفاف او الخطوبه او اي مناسبه، يعني هو فعلا تحفه جدا. طبعا هسيب لكم رقم تليفون ام يسر، هي مكانها بيبقى يوم الخميس بس وده المحل بتاعها. ندخل بقى جوه، قابلتني بقى المحل الفساتين اللي عندها دي ب 150 جنيه يا جماعه. الفساتين دي اي فستان ب 150 جنيه، والله ما جاي حتى الحاجات الديكورات او الاكسسوارات والحاجات اللي معمولة على الصدر بتاعه، سواء بقى زفاف سواء مناسبة سواريه خطوبة، فأي فستان من جوه بس اللي هو ده ب 150 جنيه. في فساتين بقى هنطلع لها دلوقتي عشان نقول لكم سعرها كمان، اللي هي الفساتين السواريه العاديه اي فستان عندها ب 75 جنيه. بجد عندها تشكيله حلوه، ام يسر موجوده في سوق الخميس كل يوم خميس بس. طبعا هسيب لكم رقم التليفون. بصوا بقى تشكيله الفساتين القمر دي حلوه برده، مناسبه كفساتين سواريه وسعرها 75 جنيه بس، 75 يا جماعه اي فستان. ودي بقى فساتين اللي هي بتاعت بالنسبه لخطوبه سواريه، يعني بصوا كانت واحد ناس بقى عماله تشتري وكان بينزلوا لها بجد الفستان روعه، والله يا جماعه تحفه. شايفين شكله وجماله، في جيبونه كده واسعه، الشغل اللي موجود على الصدر هايل جدا، شكله بجد تحفة. كان في واحد تاني بس موديل تاني او شكل تاني اللي هو ده ممكن يكون مقارب ليه، بس ده ممكن يكون لونه غير اللون التاني خالص. الحاجات دي اللي هي ام 75 جنيه. كان في حاجات بصوا بالتيكت يعني حاجات جديدة اصلا وب 75 جنيه. طبعا هنا الاستندات على فكرة عالية جدا، يعني هنا عالية عشان خاطر الفساتين ما تلمسش الارض فبيبقوا معليينها كده. اي فستان ب 75 جنيه. هوريكم برضو تشكيله فساتين اطفال بجد تجنن، ودلوقتي هحط لكم رقم التليفون للي عايز يكلم ام يسر ويعرف موعدها او يعرف ايه الحاجات الموجوده عندها. وده كده هحط لكم رقم ام يسر اللي هو 010-30-80-9584، اتصلوا عليها واعرفوا منها الحاجات اللي موجوده. وطبعا حاجتها بجد تحفه ويا بلاش، وبتبيع حاجات برخصة بجد يا جماعه. المكان ده اكتشاف عند ام يسر، عندها حاجات حلوه طبعا. والفساتين بقى القمر دي بجد عجبتني جدا، فساتين اطفال بقى اشكال كتير. وتتخيلوا بقى الفستان بكام؟ ب 50 جنيه، والله العظيم يا جماعه ب 50 جنيه. بصوا بقى القمر
شويه فساتين تحفه. ليه بقى؟ عشان خاطر هم حاطينها كده على فرشينها زي فروشات كده، فبيبقوا سعرها بخمسين جنيه بس. شوفي بقى لما هتشتري فستان بالقمر ده كده من المحل هتجيبيه بكام؟ من قدام قصير من ورا طويل، اللي هو الفستان ده ليه كم، والكم التاني حاجه بسيطه خالص يعني رفيع، يعني مش يعني كم ونص. ده برضو فستان تاني تشكيله تانية، طبعا انا مش عارفه اعرضه جامد عشان خاطر ايدي ماسكه كاميرا والايد التانيه عماله اقلب لكم فيها، بس فيها شغل حلو قوي والفساتين قمر بجد. بصوا بقى الجميل ده بجد، الفستان ده تحفه والله يا جماعه بخمسين جنيه يعني بصراحه يا بلاش. شايفين ده؟ عارفين كمان كانت بتقولي لا سيبك منهم من الحاجات دي مش حلوه قوي، انا بجيب فساتين اجمل من كده بكتير، ده دول اخر حاجه يعني. كانت الكميه اللي موجوده دي عندها من فساتين الاطفال كانوا اخر شويه، وكانت كمان بتقولي لا ما تصوريش ده عشان خاطر مش حلو زي اللي كان الصبح. بقى عندها بتجيب فساتين حلوه، ودي سبت لكم بقى الرقم للي عايز يكلمها ويتواصل معاها. بجد ام يسر يعني بامانه حاجتها حلوه وفساتينها جميله جدا، و يعني حاجتها فعلا برخص التراب، والمكان سهل مش بيتوه خالص. طبعا هنا انا رجعت تاني عشان كانت قايلت لي ده في فساتين احنا علقناها كمان وسعرها 150 جنيه اللي هي من جوه يعني، في قالت لي لا ارجعي في حاجات تانية هي لسه كانت معلقاها كده على الاستندات. فين والله يا جماعة حاجات قمر، الفساتين بجد تحفة، يا دوبك بس تدخل عند مغسلة الكلين هتبقى زي القمر، وأكنك جايبة الفستان جديد بجد، حاجات تحفة بجد. ومش هقول أكتر من كده لأن أنا حاسة نفسي إن أنا اتكلمت كتير زيادة عن اللزوم. بصوا بقى الفستان القمر ده بجد تحفة يا جماعة ب 150 جنيه بس، 150 يعني فستان زفاف ب 150 جنيه. كده انا قلت لكم كل المكان وعرفتكم حاجات كتير، اتمنى تكون الجوله النهارده عجبتكم لسوق الخميس، وان شاء الله استنوني فيديوهات تانية كتير باذن الله. انا هلقلكم نظره بسرعه على الفساتين اللي بره، لان فعلا هي حلوه جدا وبجد عندها حاجات تحفه وحاجات جميله. كل ده يا جماعه ب 100 جنيه، والستاند التاني 75 جنيه. هتلاقي حاجات حلوه وحاجات جميله. وكده خلصنا الفيديو النهارده، اتمنى تكون الجوله عجبتكم لسوق الخميس، واستنوني فيديوهات تانيه كتير باذن الله. مع السلامه وفي حفظ الله، وما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه. باي باي.